بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة البقرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما الآية الثالثة ففيها مسائل. الأولى ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه لهذه الطائفة، ولذلك أنزل الله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. طلعت الآية. نعم. وعيدها الشيخ الآية من أول. وعهدنا. وأما الآية الثالثة التي هي قوله سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال رحمه الله: ففيها مسائل. الأولى ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه لهذه الطائفة، ولذلك أنزل الله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الدروس إن شاء الله مع الفوائد التي استنبطها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من القرآن الكريم، وهي فوائد عظيمة تتعلق بالإيمان والعقيدة. وقد انتهينا إلى قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا يعني أمرنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، لما أمرهما ببناء البيت أمرهما أن يطهراه، والطهارة هي النزاهة والنظافة من الأقذار، النزاهة والنظافة من الأقذار الحسية والمعنوية. أن طهرا أمر للاثنين إبراهيم وإسماعيل، أي نزهاه ونظفاه من النجاسة الحسية من البول والغائط والنجاسات، والمعنوية وهي أهم، وهي الشرك، لأن الشرك نجاسة أشد من نجاسة البول والغائط. الشرك نجاسة معنوية، فلا يليق أن المشرك يقرب المسجد الحرام،
لا يليق للمشرك وهو يحمل الشرك أن يطوف بالمسجد أن يقرب المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام بيت التوحيد والعبادة لله عز وجل، طهر بيتي طهراه من النجاسات الحسية والمعنوية. لمن؟ للطائفين الذين يطوفون بالبيت، بدأ بهم قبل الاعتكاف وقبل الصلاة، لأن الطواف خاص بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا يطاف بشيء على وجه الأرض، لا يطاف إلا بالبيت العتيق، لا يطاف بمقامات الأولياء وبالأضرحة هذا لم يشرعه الله عز وجل، بل شرعه إبليس. لا يجوز الطواف بغير الكعبة المشرفة. وأما الاعتكاف والصلاة يشرعان في كل مكان، فتخصيص الطواف تقديمه لهذه الحكمة، أنه لا يطاف إلا للبيت العتيق عبادة لله عز وجل. الطواف عبادة، عبادة لله حول البيت العتيق، ليست عبادة للبيت، إنما البيت مكان للعبادة. وأما الذي يطاف له ويتقرب إليه فهو الله سبحانه وتعالى، ولم يشرع لعباده أن يطوفوا بشيء على وجه الأرض إلا بالبيت العتيق، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. والعكوف هو المكث في المكان، المكث في المكان للعبادة، المكث في المكان للعبادة وذكر الله عز وجل، تفرغ للطاعة، وهذا عبادة عظيمة. الاعتكاف في المساجد عبادة عظيمة يقصد بها التفرغ لعبادة الله عز وجل، وتكون في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، وكل المساجد التي يصلى فيها الجماعة يشرع فيها الاعتكاف، ولكن الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الأقصى أفضل من غيرها، وإلا فالاعتكاف جائز في جميع المساجد التي هي بيوت الله عز وجل. والعاكفين والركع السجود، يعني المصلين، خص الركوع والسجود لأنهما أعظم أركان الصلاة، الركوع والخضوع لله عز وجل والانحناء عبادة لله عز وجل، هذا لا يجوز إلا لله، لا يجوز الانحناء لغير الله، كالانحناء للملوك والانحناء للرؤساء، حرام، إنه عبادة، نوع من العبادة، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى،
هو الذي يركع له ويسجد له سبحانه. والركع جمع راكع، السجود جمع ساجد، سجود على الأرض، سجود على الأرض، ولا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى، لا يسجد لأحد، هذا عبادة. من سجد لغير الله فقد أشرك، من ركع لغير الله قد أشرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فالله أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يخلي البيت من الموانع التي تمنع الطائفين والعاكفين والركع السجود، وكذلك يخلى من الشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. والشرك لا يجوز في أي مكان، ولكن المسجد الحرام أشد، لأن المسجد الحرام هو قبلة المسلمين ومصدر التوحيد، فإذا فعل في المسجد الحرام انتشر في الأرض بواسطة الذين يأتون إلى المسجد الحرام، إذا شاهدوا الشرك فيه رجعوا به إلى بلادهم. فلا يجوز أن يترك المشرك في الحرم، لا يجوز أن يترك المشرك في الحرم عموما وعند البيت خصوصا. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتح الله له مكة أمره أن يمنع المشركين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجاسة الشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الذي هو عام الفتح. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية أمر أبا بكر أن يحج بالناس في السنة التاسعة، لأن فتح مكة كان في السنة الثامنة، أرسل أبا بكر يحج بالناس، وأرسل علياً ينادي الناس لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أعلن هذا للناس، فمنع المشركون من دخول الحرم والوصول إلى المسجد الحرام، ومنع العري في الطواف لأنهم كانوا في الجاهلية يطوفون عراةً، يطوفون عراةً ويظنون أن هذا عبادة لله عز وجل، ويقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. فمن وجد أحداً من أهل مكة يعيره ثياباً وإلا فإنه يطوف عريان والعياذ بالله، ويظنون أن هذا عبادة لله، وإذا فعلوا فاحشة يعني الطواف بالبيت عراة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فسمت العري سماه فحشاء، سماه فحشاء، والفحشاء هي المعصية المتناهية في القبح. فالذين ينادون بالعري اليوم خصوصا للنساء
هؤلاء يأمرون بالفحشاء لأنهم جند إبليس لعنه الله الذي تسبب لآدم وحواء بالأكل من الشجرة ليريهما سوآتهما. فإبليس هو الذي يأمر بالعري وكذلك أتباعه الذين يدعون للعري والتفسخ. فلما تطهر البيت من المشركين والعراة حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وهذا أخذا من قوله تعالى أن طهر بيتي، أمر الله به إبراهيم وأمر به محمد صلى الله عليه وسلم، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والحمد لله من ذلك التاريخ والبيت مطهر بأيدي المسلمين وولاة أمور المسلمين، مطهر من الشرك، مطهر من العري، إلا من انفلت عن أمر الله وتلفظ بالشرك أو فعل شيئا من الشرك خفية حسابه على الله. أما الإعلانية وإعلان هذا ما ليس موجودا، والحمد لله ليس موجودا والحمد لله، لأن هذا بيت التوحيد فلا يليق أن يفعل حوله شرك بالله عز وجل، لأنه ينتشر في الأرض، لأن مكة هي مصدر التوحيد، مصدر العبادة لله عز وجل، فلا يجوز أن يترك فيها الشرك والبدع، لا بد أن تطهر من هذه الأمور. هذه مسألة عظيمة أنه يطهر البيت العتيق وما حوله، طهر من الشرك ومن النجاسة، ويمكن الطائفون والعاكفون والركع السجود من العبادة لله عز وجل فيه. نعم. السلام عليكم. المسألة الثانية أن فيها الرد على أهل الكتاب والمشركين. المسألة الثانية أن فيها الرد على أهل الكتاب والمشركين. أن فيها هذه الآية أن طهر بيتي فيها الرد على أهل الكتاب، على أهل الكتاب وعلى المشركين. أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين لا يرون البيت، لا يرون البيت شيئا ولا يرون الحج شيئا ولا يرون استقبال الكعبة شيئا. الله جل وعلا قال بيتي، أضافه إلى نفسه، هذه إضافة تشريف، إضافة تشريف، وفيه رد على اليهود والنصارى الذين ينكرون مشروعية هذا البيت والحج والعمرة واستقباله في الصلاة، ينكرون هذا. وفيها رد على المشركين الذين يدعون غير الله ويعبدون غير الله، لأن الله أمر بتطهير البيت منهم وسماهم نجسا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، طهرا بيتي، طهراه من الشرك. فيه رد على المشركين. نعم. صلى الله عليك. المسألة الثالثة العجب العجاب معاكس نعم
المسألة الثالثة العجب العجاب معاكستهم هذا الأمر فلا يردون عنه إلا الطائفة المأمور بتطهيره لهم. العجب العجاب معاكستهم هذا الأمر فلا يردون عنه إلا الطائفة المأمور بتطهيره لهم. العجب العجاب هو أن المشركين على العكس، الله أمر بتمكين الطائفين والعاكفين والركع السجود من المسجد الحرام تطهيره لهم، هم على العكس يمنعون هؤلاء من المسجد الحرام، يمنعونهم من المسجد الحرام لو قدروا على ذلك، وكانوا في الجاهلية هكذا حتى جاء الله بالإسلام وطهر الله البيت وما حوله منهم. فالمشركون اليهود والنصارى والمشركون على العكس، أنهم يمكنون أهل الشر وأهل الشرك وأهل البدع والخرافات ويطردون أهل التوحيد والسنة إذا تمكنوا من ذلك. نعم. المسألة الرابعة أنه نعتهم بالطواف والركوع والسجود والعكوف فدل على أن نفس العكوف فيه عبادة. نعم، أن الله قرن العكوف وهو المكث في المسجد الحرام بقصد تقرب إلى الله عز وجل أنه عبادة، الاعتكاف عبادة، لأن الله قرنه مع الركوع والسجود، والركوع والسجود عبادة، إذن الاعتكاف عبادة لله عز وجل. نعم. المسألة الخامسة أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالنسب، فأمره بتطهيره لهم وإن لم يكونوا من ذريته، وأمره بطرد ذريته عنه إذا لم يكونوا كذلك. أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيته، أي بيت الله جل وعلا، ما هو بيت إبراهيم، بيت الله جل وعلا، طهر بيتي، أن يطهراه من المشركين وإن كانوا من ذرية إبراهيم وإسماعيل، أن يطهراه من المشركين وإن كانوا من ذرية إبراهيم وإسرائيل وإسماعيل، لأن الله قال أن طهر بيتي، طهراه من الشرك والمشركين، وذرية إبراهيم وإسماعيل فيهم مشركون، فأمره أن يطهر البيت منهم وإن كانوا من ذريتهما، وأن يمكن الموحدين وإن كانوا من غير ذريتهما من البيت، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ولم يحدد جنساً دون جنس أو نوعاً دون نوع، سواء كانوا من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام أو من غير ذريتهما. ولذلك البيت للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، هو خاص بقبيلة العرب أو بقريش أو ببني إسماعيل، هو خاص للناس، جعلنا البيت مثابة للناس، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي، فالمسجد الحرام للمسلمين من أي جنس، للمسلمين الموحدين من أي جنس ومن أي لون، سواء كانوا من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام أو كانوا من غيرهم من أجناس البشر. نعم. فلا يجوز لطائفة أن تتحكم المسجد الحرام وتطرد الناس
المسلمين الموحدين، لا يجوز هذا. نعم. وأما الآية الرابعة وهي قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ففيها مسائل. نعم، كذلك الآية وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى هذا الوادي الذي أمره الله أن ينقل بعض ذريته إليه ويسكنهم فيه، كان قفرا ما فيها أحد ولا فيها أنيس. يوم أن جاء بهم ما فيها أحد ولا فيه ماء، ما فيه ماء ولا فيه أكل ولا شرب. سبحان الله. دعا الله إبراهيم، دعا الله رب اجعل هذا بلدا، بدل ما كان أنه بر قحل ليس فيه أنيس وليس فيه ماء وليس فيه ثمار وليس فيه شيء، اجعله بلدا مسكونا مأهولا. قد استجاب الله ذلك، أنبع الماء من زمزم وجاءت القبائل وسكنت حوله مع هاجر وإسماعيل عليهم السلام واستأنس بهم، جعله الله بلدا بعد أن كان مقفرا. استجاب الله دعاءه. ولهذا في الآية الأخرى قال رب اجعل هذا البلد، يعني لما صار بلدا دعا الله ثانية: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. استجاب الله دعاء، تحول هذا الوادي الموحش القهر إلى بلد مسكون مأهول. هذا من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى وإجابته لخليله إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله دعاءه، تحول هذا البلد هذا البر القهر إلى بلد مأهول، ورزق الله أهله من الثمرات وهو ما فيه شيء، ما فيه إنتاج، لكن يجلب إليه ثمرات كل شيء من الأرض. هذا إجابة لدعوة الخليل عليه الصلاة والسلام. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة الأولى دعوة إبراهيم أن يجعله آمنا. دعوة إبراهيم أن يجعله بلدا، أول شيء بلد بدل أن كان قهر، ثانيا يكون آمنا، من دخله يأمن على نفسه وأهله وماله. استجاب الله دعاءه وجعل هذا البلد آمنا إلى يوم القيامة، حتى إن الرجل يلقى قاتل أبيه أو ابنه فلا يهيجه داخل الحرام. هذا في الجاهلية، كيف بالإسلام؟ فجعله الله آمنا إلى يوم القيامة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا من آيات الله، جعل الأمن في
هذا البلد البلد الأمين، سماه الله البلد الأمين، هذا من آيات الله سبحانه، في حين أن الناس في سائر الأرض يتقاتلون ويتخطفون، أما هذا البلد من دخله كان آمنا. حتى الطيور التي فيه والصيد لا ينفر صيده، لا ينفر صيده ولا يهيج صيده، فالله أمن من كان في داخل هذا الحرام. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وهو إجابة لدعوة الخليل، رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثلاث دعوات، اجعله بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، ثلاث دعوات من الخليل عليه السلام. قد استجاب الله له فحقق هذه الثلاث، جعله بلدا، جعله آمنا، رزق أهله من الثمرات. إلا أن إبراهيم عليه السلام في دعوته قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني ارزق أهله المؤمنين بالله واليوم الآخر، الله جل وعلا استدرك عليه، قال ومن كفر، يعني ومن كفر فإن الله يرزقه، الله يرزق الكفار ويرزق المسلمين لأنهم عباده، ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني في الدنيا، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله يرزق العباد مؤمنهم وكافرهم، لكن المؤمن يستمر رزقه له في الدنيا والآخرة، وأما الكافر فإنه في الآخرة يضطره أن يلجئه إلى عذاب أليم بكفره. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. الأولى دعوة إبراهيم أن يجعله آمنا ولا يناقض تحريمه يوم خلق الله السماوات والأرض. الله جل وعلا حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا يدعو الخليل ويقول اجعل هذا بلدا آمنا مع أن الله حرمه قبل ذلك يوم خلق السماوات والأرض؟ هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد والعناية من إبراهيم عليه السلام بأهل هذا البلد. نعم. المسألة الثانية دعوة إبراهيم للبلد وأهله بالأمن والرزق. نعم، دعا لهم بالأمن وهو ضد الخوف، وبالرزق الذي هو ضد الجوع، ولهذا قال جل وعلا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا من نعم الله ومن آيات الله سبحانه وتعالى، ومن البركات التي جعلها الله في هذا البيت وما حوله. نعم. المسألة الثالثة الآية العظيمة في إجابة هذه الدعوة. أن الله جل وعلا أجاب دعوة إبراهيم فجعل هذا البلد آمنا ويتخطف الناس من حوله ورزق له من الثمرات، مع أنه ما فيه شيء، ما فيه إنتاج، ما فيه فواكه، ما فيه تمور، ما فيه أي إنتاج، غير ذي زرع، ومع هذا يسر الله له الأرزاق، تجلب له من كل، يجبى إليه ثمرات كل شيء. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة الرابعة تخصيصه بها من آمن بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام خصص في دعوته
في الرزق والأمن من آمن بالله واليوم الآخر، لكن الله جل وعلا عمم قال ومن كفر أيضا، إن الله يرزقه في الدنيا ثم يضطره في الآخرة إلى عذاب النار. نعم. المسألة الخامسة قوله ومن كفر، فلما دعا بأمر الدين منع الله الظالم من ذريته، ولما خص بالأمر من آمن قال الله ومن كفر، وذلك للفرق بين الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. نعم، دار الدنيا ودار الآخرة. الله جل وعلا لما قال لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة يقتدى بك في العالم، يقتدى به في العالم، إني جاعلك للناس جميع الناس إماما، أي قدوة لهم في الخير والعبادة والتقديم على غيرك. إبراهيم عليه السلام دعا يعني طلب لذريته، قال ومن ذريتي، يعني اجعل منهم أئمة، اجعل منهم أئمة، هذا من شفقته على ذريته. قال ومن ذريتي، قال الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين، الظالمون من ذريتك لا ينالهم هذا الشيء، هذا خاص بالمؤمنين، هذا خاص بالمؤمنين. لما دعا بالإمامة لذريته الله خصها بالمؤمنين دون الظالمين، ولما دعا لذريته بالرزق وخص ذريته من آمن منهم بالله عمم الله جل وعلا. انظر الفرق، هذا في الدنيا والأولى في الآخرة، في الآخرة لا، ما يكون إلا للمؤمنين، أما في الدنيا فيكون للمؤمنين ولغيرهم، الرزق يكون للمؤمنين ولغيرهم، والأمن يكون للمؤمنين ولغيرهم. نعم. المسألة السادسة أنه لما أخبر أن ذلك للمؤمن وغيره فقد يتوهم منه كرامة الجميع، فأخبر أنه لو عم العاصي فيه بالأمن والرزق فإنه يضطره إلى عذاب النار. لما قال الله ومن كفر، ومن كفر يعني ومن كفر، فإن الله يرزقه أيضا وهو كافر ويؤمنه وهو كافر، هل يفهم من هذا كرامة الكافر على الله؟ قال لا، هذا إنما هو في الدنيا، يرزقه في الدنيا ويؤمنه في الدنيا، أما في الآخرة فالله يضطره يعني يلجئه إلى عذاب النار وبئس المصير. في فرق بين الدنيا والآخرة، الدنيا يشترك فيها المؤمن والكافر، وأما الآخرة فهي خاصة للمؤمنين، خاصة للمؤمنين، أما الكفار فإنهم في النار والعياذ بالله. نعم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم. ففي فرق بين الدنيا والآخرة، الدنيا يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأما الآخرة فإنها لأهل الإيمان خاصة، يعني الجنة لأهل الإيمان خاصة، ويحرم منها الكفار يوم القيامة. نعم. المسألة السابعة أن المجاورة عنده كما أنها تنفع المطيع فهي تضر العاصي، لقوله ثم أضطره إلى عذاب النار، ولذلك انتقل ابن عباس منها إلى الطائف. المجاورة حول البيت تنفع المؤمن، تنفع المؤمن، أما الكافر وإن جاور حول البيت فإن ذلك لا ينفعه، لهذا كان في مكة المشركون عبدة الأوثان، كان فيها أبو جهل وأبو لهب وفيها من المشركين، ما انفعتهم المجاورة،
يضطرهم إلى عذاب النار، وهم من جيران البيت، فالجوار في مكة ما ينفع إلا المؤمن، أو في المدينة ما ينفع إلا المؤمن، وأما الكافر فلا ينفعه الجوار، لأن بعض الناس الآن يعتقدون أنهم من أهل الجنة إذا كانوا في مكة أو في المدينة أنهم من أهل الجنة ولو عملوا ما عملوا من الذنوب والمعاصي، هذا غلط وغرور. لا ينفع الجوار إلا المؤمن، إلا أهل الإيمان. أما اللي يقول أنا ما دمت عند البيت فلا علي ولو أعمل ما أعمل، هذا من الجهل والعياذ بالله، من الجهل العظيم. فأبو لهب وأبو جهل هؤلاء من جيران البيت وهم في النار والعياذ بالله، وأما أهل الإيمان فينفعهم الجوار عند البيت إذا قصدوا بذلك، إذا قصدوا بذلك العبادة، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الآية الخامسة يكفي. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. نستأذن معاليكم في طرح الأسئلة. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان، ونسأل الله العظيم أن يجمعنا في جنات النعيم، إنه على ذلك قدير. سؤالي معالي الشيخ: إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير، لا تخصص إنه على ذلك قدير أو على ما يشاء قدير، لا تخصص، عمم كما قال الله جل وعلا: على كل شيء قدير. وإنما قال الله: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذه مسألة خاصة، أنه يجمع أهل السماوات وأهل الأرض يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. تكملة للسؤال يقول السائل: السؤال ما هو؟ السؤال يقول: أحسن الله إليكم، هل الرقية الشرعية والتداوي بالحجامة في وقت واحد وأخذ أجرة عليهما، هل في ذلك شيء؟ لا بأس بأخذ الأجرة على الرقية الشرعية، ولكن لا يكون قصد الراقي هو الأجرة فقط، يكون قصد نفع أخيه، نفع أخيه وما يعطيه إنما هو إعانة له على ذلك، ولا يقصد بهذا الطمع الدنيوي فقط. وأما الحجامة فيجوز أخذ الأجرة عليها، ولكن هي كسب دني، الحجامة أخذ الأجرة عليها كسب دني، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، يعني ردي، يعني فيه دناءة، ما هو خبيث يعني حرام، لأن الرسول احتجم وأعطى الحجام أجرته، لو كان حراما ما أعطاه أجرته، لكنه حرفة دنية، فالمؤمن يترفع عن هذا ويطلب الرزق بغير الحجامة. نعم. أحسن الله إليكم. في سورة البقرة قدم الله سبحانه وتعالى، وكذلك في سورة إبراهيم، نعمة الأمن على نعمة الرزق، فهل من توجيه حيال ذلك؟ نعم، لأن الرزق لا يتلذذ به مع الخوف، لا يتلذذ بالرزق مع الخوف، إنما يتلذذ به مع الأمن، فلذلك قدم الأمن على الرزق. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، دعا أولا بالأمن ثم دعا بالرزق، لأنه لا يتلذذ بالرزق إلا مع الأمن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في الطواف بالبيت الحرام دليل على الاختلاط وأنه جائز بين الرجال والنساء كما يزعم بعض الكتاب، وكيف الرد عليهم؟ وهل عمر من طاف بالبيت يقصد الاختلاط وملامسة النساء فهو آثم، آثم أشد الإثم، ولا أجر له في طوافه، إذا قصد الاختلاط وقصد
لمس النساء ومزاحمة النساء فهو آثم وليس له أجر في طوافه، لأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا طاف بالبيت للعبادة والتقرب إلى الله وحصل اختلاط غير مقصود سبب الزحام سبب كثرة الناس فلا يؤاخذ على هذا، هذا غير مقصود، ما اختلاط غير مقصود. وهؤلاء يدعون إلى الاختلاط المقصود المنظم، أما الاختلاط الذي يأتي من غير قاصد فإنه لا حكم له. نعم، مع التحفظ بين الرجال والنساء مهما أمكن، تحفظ ما بين الرجال والنساء مهما أمكن، لكن إذا حصل شيء من غير قصد فلا إثم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. تكملة للسؤال يقول: هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفصل بين الرجال والنساء في الطواف؟ لا أعرف شيئا من هذا، ما أدري، ولكن هذا شيء مطلوب مطلوب، ولهذا قالوا أن النساء الأفضل أن تطوف ليلا، الأفضل للنساء أن تطوف ليلا إذا خف الزحام. كل هذا تجنب للاختلاط وتجنب للزحام مهما أمكن. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: وهل هناك حجة في من يقول أن الركوب على الراحلة في السابق دليل على إجازة القيادة للنساء؟ ركوب على الراحلة ما فيها خطر، الراحلة ما فيها خطر ولا يترتب عليها مفاسد، خلاف قيادة المرأة للسيارة ففيها مفاسد، فيها خطر وفيها محاذير كثيرة، فلذلك يمنع منها. والمرأة إذا ملكت سيارة وصار معها مفتاح سيارة صارت تذهب لما شاءت بأي ليل ونهار، معها مفتاح سيارتها ولا أحد يمنعها، وليس للرجل عليها سلطة، وقد يتصل بها فاجر أو فاسق، يتصل بها يواعدها، مش اللي يمنعها أنها تأخذ مفتاح السيارة وتشغل وتروح لما الموعد، لأنها أخذت حريتها، فهذا فيه مفاسد خطيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وضع مجسم للقرآن الكريم في أحد الدورات في الطريق العام، وضع مجسم للقرآن الكريم، يعني للمصحف قصده، القرآن الكريم ما يوضع له مجسم، ما يمكن يوضع له مجسم لأنه كلام، كلام الله، لكن قصده المصحف. نعم. لتكملة السؤال يا شيخ يقول أنه: وكتب على هذا المجسم بعض الآيات من المصحف الشريف بالخط العثماني وأصبح كلام الله تعالى عرضة للامتحان، فيأتيه الغبار والمطر وتقف عليه الطيور وربما يوضع عليه الأذى، هل من توجيه معالي؟ الآيات لا تكتب، يقولون يحرم كتابة المصحف، يحرم كتابة القرآن بحيث يهان، لا يكتب القرآن في مكان يناله إهانة فيه، إذا كان كتابته في الشوارع أو على اللوحات ينال وتسقط اللوحة وتداس أو يأتيها غبار أو يأتيها ما يأتيها فهذا تعريض للإهانة، وهذا أمر لا يجوز. القرآن يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف ولا يكتب على لوحات وعلى أشياء ليس القصد منها التلاوة ولا القصد منها، إنما القصد منها المناظر، المناظر والقصد منها المباهات، هذا لا يجوز في القرآن، يحترم القرآن، يحترم عن هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لدي ولد عمره 38 سنة وعليه دين ولا يستطيع قضاءه حيث مرتبه الشهري لا يكفيه، فهل أعطيه من زكاة مالي علما أن إخوانه كثيرين وأغلب ديونه من أسباب مخالفات مرورية ولا يجدد رخصته، وأي عمل وأغلب
يقول وأغلب ديونه من أسباب مخالفات مرورية ولا يجدد رخصته. إذا كان هذا نتيجة عن إهمال منه، إذا كان هذه الغرامات نتيجة عن إهمال منه، تعدي وعدم مبالاة، فلا تساعده على الاستمرار في هذا الشيء. وأما إذا كان هذا من غير إهمال منه ومن غير تعدي منه، وإنما هو قدر أصابه وهو فقير أو عليه دين لأحد ولا يستطيع التسديد، فقد رخص شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم على أن لوالده أن يعطيه من الزكاة ما يسدد دينه، ما يعطي شيء تملكه، لا، شيء يسدد دينه فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي أحدهم وكانت تركته مزرعة بها مجموعة من الأنعام ومبالغ مالية. توفي أحدهم وكانت أحد من؟ يعني شخص أو أحد أولاده. السؤال الأول ولا غير؟ لا، هذا سؤال ثاني يا شيخ. ثاني؟ أي نعم. يقول: توفي أحدهم وكانت تركته مزرعة بها مجموعة من الأنعام ومبالغ مالية، فهل يحق للوكيل الصرف على المزرعة وما تحوي من مال الميت حتى توزيع التركة؟ إذا كان في الصرف عليها، إذا كان فيه حفظ لها من التلف ومن، فينفق عليها. إذا كان في ذلك حفظ لها ولماليتها ينفق عليها، أما إذا لم يكن فيه حفظ لها فلا، ما ينفق عليها. نعم. أحسن الله إليكم. رجل صلى العصر لوحده معتقدا أن المساجد قد خرجوا من الصلاة، فلما انتهى من الصلاة تفاجأ بأن الصلاة تقام، فهل يصلي مع الجماعة أم ماذا يفعل؟ هذا صلى وهو معذور، يوم يصلي معذور، يظن الناس قد صلوا، فهو أدى الفريضة، أدى الفريضة والحمد لله بناء على اجتهاده. نعم. أثابكم الله. هل يجوز للأبي أن يقرأ المعوذات وينويها لطفله وذلك خشية أن يصيب ابنه أعين الناس؟ له أن يورد عليه، هذا من باب الورد، يورد عليه الصباح والمساء إذا كان صغيرا أو لا يحسن القراءة، له أن يورد عليه بأن يقرأ وينفث عليها، هذا من باب الورد، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يعطي الهبات للأولاد الذكور دون البنات، علما أن البنات راضيات وموافقات على ما يفعله أبوهم والأنفس مطمئنة بذلك، فما حكم فعل هذا الأب وهل يؤاخذ بفعله؟ لا يجوز له ذلك، أن يخصص بعض أولاده دون بعض، والذكور والإناث سواء، لا يجوز له ذلك. ورضاه أنه بدليل، لأنه قد يرضينا من باب المجاملة أو من باب، فلا يفعل هذا، ما يفعل هذا، لأن الرسول نهى عن تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون البعض الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة تصوم الخميس والاثنين تطوعا، فأتتها الدورة الشهرية قبل المغرب، فهل تقضي ذلك اليوم؟ تطوع لا، تطوع لا يقضى، الذي يقضى الفرض، أما التطوع فإنه لا يقضى. نعم. لكن إن أرادت أن تصوم يوما بدل هذا اليوم من باب الرغبة في الخير، ما هو بقضاء، وإنما من باب الرغبة في الخير، لا مانع. نعم. أثابكم الله. هذا سائل من الجزائر يقول: رجل يعمل لصالح شركة أمنية ويتقاضى الأجر منها وكلف بالأمن في بنك ربوي، فهل يجوز ذلك؟ أعيد السؤال. يقول: رجل يعمل لصالح شركة أمنية ويتقاضى الأجر منها وكلف بالأمن في بنك ربوي، فهل يجوز له ذلك؟
إن تمكن من أنه ينقل إلى الأمن في غير البنك فهو أحسن له وأبرأ لذمته، أما إذا ما تمكن فإنه يحرص، ومهمته الحراسة على البنك وعلى غيره، يحرص ومسؤولية البنك على أهله وعلى من قام به. نعم. له سؤال آخر يقول: ما حكم قول الله أكبر حق عند سماع الأذان، حيث أن هذا القول منتشر كثيرا في الجزائر؟ لا داعي لكلمة حق. الذي ورد أن من سمع المؤذن يتابعه ويقول كما يقول إلا في الحيعلتين، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يزيد حق أو كلمات غير كلمات الأذان. نعم. أثابكم الله. ما حكم مصافحة المصلي لمن على يمينه وشماله، وهل ذلك من السنة إذا تعود على ذلك؟ إذا كان من عادة الناس هذا الشيء ولو لم تفعله صار في نفوسهم عليك أو اتهموك بالكبر أو لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول: قبل أن أنوي العمرة نزل مني قدرة، ثم لم ينزل شيء، ثم نويت العمرة وقلت إن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، ولم ينزل شيء خلال العمرة حتى اللون أصبح طبيعيا، ومن الغد نزلت معي الدورة، وقبل أسبوع من ذلك نزل معي قدرة أيضا ثم لم ينزل شيء، مع العلم أن دورتي غير منضبطة وليس لها وقت معين. المهم العمرة، المهم العمرة. إذا كانت يوم تطوف تسعى ما نزل عليها شيء، طافت وسعى ما نزل عليها شيء، عمرتها صحيحة، تقصر وتتم عمرتها. أما إذا كان نزل عليها شيء وهي في الطواف فإنها لا تصح عمرتها. السعي لا مانع إذا طافت وهي طاهرة، ثم لما خرجت للمسعى نزل عليها دم تسعى، لأن السعي لا تشترط له طهارة، إنما هذا في الطواف. الحاصل أن الإحرام بالعمرة لا يمنعه الحيض، تحرم بالعمرة وهي حائض أو تحرم بالحج وهي حائض، لكن تمتنع من الطواف بالبيت حتى تطهر. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. وأما قضية ارتباك الدم وأنه ينزل صفرة وأحيانا ينزل دم، يحتاج إلى معرفة بحال المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من توجيه كلمة ونصيحة أثابكم الله لطلاب العلم بل للمسلمين جميعا حيال ما يحدث من فتن وقلاقل وارتجاج الشعوب على حكامها في هذه الأزمان؟ دور المسلم في هذه الفتن الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس وكف الفتنة مهما أمكن، والدعاء للمسلمين بالسلامة، ولا يحرض على الفتن أو يشارك فيها، تجنبها، لا يحرض عليها ولا يشارك فيها. إن أمكن الإصلاح وإطفاء الفتنة أجب عليه ذلك، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا يتعلق بالإمام، إمام المسلمين، يتعلق بإمام المسلمين. أما الأفراد هؤلاء إن كان لهم دور في الإصلاح وإطفاء الفتنة يفعلون هذا، إذا لم يكن لهم دور ولا يقبل منهم عليهم الاعتزال. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من فرنسا تقول: هل يجوز للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان؟ إذا كان عليها خطر أو على حملها من الصيام تفطر،
إذا كان عليها ضرر من الصيام أو على حملها إنها تفطر تقضي من أيام أخرى. نعم. أثابكم الله، ما حكم من يخرج الجوال عندما يرن وهو في الصلاة ثم ينظر من هو المتصل ثم يضعه على الصامت أو يغلقه؟ أما أنه يضع على الصامت أو يطفئه فلا مانع، أما أنه ينظر فيه من هو اللي يكلم هذا يشغله عن الصلاة. نعم. أثابكم الله، ما الحكمة من تحريم اللعب بالنرد، وهل أي لعبة يتم اللعب فيها بالنرد سواء الطاولة أو غيرها داخلة في التحريم؟ سواء الطاولة أو غيرها داخلة في التحريم؟ النرد لا يجوز اللعب به، النرد لا يجوز اللعب به، إذا كان على عوض فهو أشد، النرد والشطرنج إن كان على عوض فهو أشد حرام، كان على غير عوض فهو وسيلة إلى العوض ولهو ولعب سفاهة، المسلم لا يعمل هذه الأشياء تجنبها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل كيف نرد على من يحتج على الصلاة في المسجد النبوي وفيها قبر الرسول وقبر أبو بكر وعمر؟ هذا كذب، ليس قبر الرسول وقبر أبي بكر وعمر في المسجد، إنما هو في حجرة عائشة، في حجرة عائشة، وكانت خارج المسجد فترة طويلة من الزمن، وإنما أدخلت في المسجد بعد ذلك، أدخلت في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، متأخر عن عهد الصحابة وعن فلا حجة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، هل النفقة على الزوجة أولى ثم الأم أم العكس؟ وهل للزوجة الحق أن ترفض أن تعيش وأم زوجها في بيتها؟ النفقة تجب على الترتيب، أولا على نفسه ثم على زوجته لأنها محبوسة بسببه، ثم على والديه، أولا على نفسه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، أولا بنفسه ثم بزوجته لأنها محبوسة عليه، ثم بأولاده، ثم بوالديه، ثم بقية الأقارب، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة من أقام في بلد أقل من 4 أيام وهو مسافر، هل يصلي في المسجد أو يجمع أو يقصر؟ كان يسمع النداء والمسجد قريب منه يصلي مع المسلمين ولا يصلي خارج المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض، الذي يسمع النداء وهو قريب من المسجد يصلي في المسجد مع المسلمين ولو كان مسافرا ويتم الصلاة معهم. نعم. ولا يجمع لأنه مقيم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل أنا من أهل المنطقة الشرقية وأريد الذهاب إلى جدة عدة أيام وبعد ذلك أذهب إلى مكة للعمرة، فهل أحرم من جدة؟ نعم، جدة خارج الحرم، جدة خارج الحرم، فإذا رجعت إلى مكة فإنك تحرم من الحل، تحرم قبل دخول حدود الحرم، تحرم من الشميسي قبل دخول حدود الحرم الذي هو الحديبية. نعم. أثابكم الله. نعم. لا، إذا كان نوى العمرة من جدة، نوى العمرة من جدة يحرم من جدة لأن هي ميقات الذي نوى منها، فيحرم من جدة، ما هو من الحديبية، من جدة، حينما يتحرك لمكة يريد العمرة
يحرم من جدة. نعم. أحسن الله إليكم. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فهل يشرع رفع اليدين؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من رفع اليدين في الدعاء، ولكن المؤذن إذا كان في مكان الأذان فلا يقف في مكانه ويدعو يرفع يديه، يجلس ويدعو وهو جالس. نعم. أحسن الله إليكم. رجل يعمل حارسا في السجون الحكومية، وتأتيه الحراسة يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة مرة في الشهر، فماذا عليه أن يعمل؟ ليس عليه جمعة، إذا كان في حراسة فإنه يصلي ظهرا في مكانه، الحمد لله معذور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أهل القبور يعلمون بأهلهم ما يصل لهم وما حل بهم؟ الله أعلم، أمور القبور لا يعلمها إلا الله من علم الغيب، ولا نتكلم إلا بدليل، دليل على ذلك. نعم. يقول السائل: هل يجزئ الاستحمام عن الوضوء قبل أي صلاة، أم أنه يجب الوضوء؟ إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال المشروع، أما الاغتسال للتبرد والتنظف لا، لكن اغتسال مشروع كغسل يوم الجمعة، إذا نوى دخول الوضوء فيه أو غسل عن الجنابة نوى دخول الغسل فيه فإنه يدخل، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. مرت بنا قضية أن ابن عباس رضي الله عنه سكن في الطائف خوفا من الإساءة في الحرم. نعم، هذا صحيح، ابن عباس رضي الله عنه سكن في الطائف لأن الله جل وعلا قال في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فهو خاف من هذا وقال: لا أجلس في أرض تغلظ فيها السيئات، فسكن في الطائف تورعا منه رضي الله تعالى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ نعم، الحديث صحيح، الصبر على طاعة ولي الأمر المسلم ولو كان ظالما، لما في ذلك من المصلحة العظيمة من استتباب الأمن واجتماع الكلمة، وهذه مصالح فيها مصلحة عظيمة له وللمسلمين، ويصبر على ما يناله هو من ظلم الراعي، لأن الخروج على الراعي أشد ضرر على الناس وعليه من الضرر الخاص به هو، فيصبر على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ظهرت في الآونة الأخيرة الهجمات الشرسة على السلفية في الإعلام أو من الأحزاب، واتهامها بالجامية أو غيرها من الألقاب، فهل من توجيه في ذلك؟ أولاً الجامية هذه ما نعرفها، أنا ما أعرف الجامية هذه، ما هي فرقة من الفرق ولا لها مذهب ولا ما، هذه ابتدعوها ما لها أصل. ثانياً، السلف لا شك في فضلهم وهم القدوة، والله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولما ذكر افتراق الفرق
قال كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الاقتداء بالسلف هذا أمر واجب. ولو أن بعض الصحفيين أو بعض السفهاء تطاولوا على السلف وقالوا حنا مالنا وللسلف، حنا عصرنا الحاضر، واتركوا عنا السلف واتركوا عنا الفتاوى القديمة واتركوا عنا، هذا قطع للمتأخرين عن السابقين، هذا قطع لآخر الأمة عن أولها والعياذ بالله. فلا بد من الاقتداء بالسلف، ولا بد من السير على منهاجهم، ولا نجاة لنا إلا باتباع السلف. لا نلتفت إلى هؤلاء السفهاء أو هؤلاء المغرضين أو المنافقين، لا نلتفت إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرأت بعض كتب العلماء في العقيدة فوجدت أن بعضهم يرى أن النذر المطلق والمقيد كلاهما مكروهان، وبعضهم يرى أن الكراهة لا تكون إلا في النذر المقيد، فما القول الراجح أثابكم الله؟ القول الراجح أن النذر لا يأتي بخير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. المسلم يتجنب النذر لأنه يحمل نفسه ما لم يحمله الله، وقد يعجز وقد يشق عليه وهو في عافية، إن شاء فعل الخير بدون نذر، وإن لم يفعل فلا حرج عليه في سعة، لكن إذا نذر تعين عليه فعل النذر، قد يكون شاقا فيتجنب الدخول في النذر، لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. ففرق بين الوفاء بالنذر وبين الدخول في النذر. الدخول في النذر مكروه، أما الوفاء بالنذر إذا كان طاعة فهو واجب. نعم. صلى الله إليكم. من صلى الظهر مع العصر يوم الجمعة ركعتين هل تعتبر صلاته صحيحة أم لا؟ من صلى الظهر، نعم، من صلى الظهر والعصر يوم الجمعة ركعتين هل تعتبر صلاته صحيحة؟ كيف صلى الظهر يوم؟ ممكن ما صلى الجمعة، يعني صلى الجمعة مع الناس ثم صلى بعدها العصر جمعا جمعها إلى الجمعة، هذا لا يجوز، لا يجوز جمع العصر مع الجمعة. أما جمع العصر مع الظهر للمسافر أو للمريض هذا جائز، لكن إذا صلى الجمعة لا يجمع إليها العصر، صلي العصر في وقتها، لأن هذا شيء لم يرد أن السلف كانوا يجمعون العصر مع الظهر، يجمعون العصر مع الجمعة. وأيضا العصر ليست من جنس الجمعة، ليست من جنسها، فلا تجمع معها. قد صدر بهذا فتاوى من اللجنة الدائمة بمنع ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت مسلما طيلة عمري ولكن ذهبت للخارج للابتعاث، فأعجبت بأخلاق النصارى ووفائهم بالعهد والوعد، وزاملت فتاة نصرانية سقتني الخمر وأدخلتني الكنيسة، فتعمدت أي أصبحت نصرانيا، وبعدها كرهت الدين الإسلامي، وعلم أبي فأرجعني للسعودية، وذهبت للعمرة غير مقتنع، ثم رجعت لصوابي ورجعت للدين الإسلام، فما رأي فضيلتكم فيا؟ أولا هذا من مفاسد الابتعاث، المسلم يعرض دينه وعرضه للفساد في الخارج، الابتعاث خطره عظيم، على المسلم أنه يحذر من الابتعاث إلا مع الانضباط، مع الانضباط والمحافظة على الدين، وهذا قليل من يوفق له إلا من رحم الله. لكن المسلم لا يعرض نفسه للخطر ويقول أنا ما علي وأنا لا، يعني لا يعرض نفسه ودينه للخطر، مهما أمكن السلامة من الابتعاث فلا يبتعث ولا يستجب لذلك. ثانيا إذا ابتلي بالابتعاث فعليه بالصبر على دينه والتمسك به، ويكون مع المراكز الإسلامية، مع التجمعات الإسلامية والأقليات الإسلامية، يحافظ على دينه ويبتعد عن النصارى وأخلاق النصارى
والفتيات يبتعد عنهم، نصرانيات أو غير نصرانيات، فيهم فتنة وفيهم شر، يبتعد بعرضة، يبتعد يحافظ هذا. ثانيا، ما دام انك تبت إلى الله ورجعت إلى الله ورجعت إلى الإسلام الحمد لله، والتوبة تجب ما قبلها إذا صدقت فيها، فعليك بالتوبة الصحيحة، تمسك بدينك والاستغفار عما حصل والتوبة مما حصل، والله يتوب على من تاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي معاليكم في من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناقص الشخصية قبل النبوة لعدم عيشه في كنف والديه؟ وما رأيكم كذلك فيما وصف به أم المؤمنين عائشة بقوله أنها فرفوشة؟ هذا كلام باطل، ولا يجوز الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم، يجب احترامه وتوقيره عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز هذا الكلام في حقه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا صانه من الصغر وحماه ونشأه على دين إبراهيم الخليل وعلى الحنيفية، وتجنب ما عليه قومه من الشرك ومن شرب الخمور ومن غير ذلك، حتى إنه كان يعتزل في غار حراء، يتعبد يعبد الله عز وجل، يبتعد عن أعمال قومه، صانه الله عز وجل عن ذلك. فلا يجوز فتح الباب في هذا ويقال قبل البعثة كان وكان ناقص وكان، هذا لا يجوز. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ولا يجوز الكلام والتنقص لها بأي شكل من الأشكال، تحترم أمهات المؤمنين، وعائشة بالذات هي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نحب من يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فلا يجوز أي شيء يظهر فيه من التنقص لها بأي شكل من الأشكال. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ذهبت للعمرة بالنقاب قبل سنوات جهلا مني، فما الحكم؟ لا شيء عليها ما دامت جاهلة، لا شيء عليها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك فرق بين سجود السهو قبل السلام وبعد السلام؟ لا فرق إلا من هو كله جائز قبل السلام وبعد السلام، لكن إن كان سجود السهو عن نقص الصلاة فكونه قبل السلام أفضل، لأنه جبران للصلاة. أما إن كان عن زيادة في الصلاة فالأفضل أن يكون بعد السلام، لأنه ترغيم للشيطان كما في الحديث. نعم. أثابكم الله. ما حكم صبغ الشعر بالأسود؟ وهل الحديث خالف اليهود والنصارى وجنبوه السواد صحيح؟ نعم، الحديث صحيح في أنه يخضب الشيب ولا يترك، يخضب بغير السواد، يخضب بالحمرة بالصفرة، أما السواد الخالص فلا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد. وفي الحديث الآخر حديث جيد في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: في قوم يأتون في آخر الزمان يخضبون لحاهم بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا وعيد شديد، السواد يعني السواد الخالص. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أقوم أحيانا بضرب أخواني الصغار لمصلحتهم، فمثلا إذا وجدت أخي الصغير يدخن أضربه، وكذلك بعد النصح بالأمر بالمعروف، وهذا الضرب لا يكون إلا بعد التكرار، وبالمثل أختي الصغيرة فأنا حريص على لبسها وحشمتها، ولكن والدتي تغضب عندما أعمل ذلك، حتى إذا نصحتهم ليس لشيء لكن لحبها الشديد لهما، وبالتالي هناك تمادي منهما وعدم استجابة لي، فهل ما أقوم به يعتبر عقوق لوالدتي؟ هذا ليس عقوقا لوالدتك، هذا إحسان إلى إخوانك، تربية لإخوانك، وإذا أمرتك بترك ذلك فلا تطعها في هذا، لأن
تأمرك بترك الواجب، ترك المعروف، وتربية إخوانك على الخير، فلا تطيعها في هذا، ولكن أقنعها وقل هذا لمصلحتهم، وهذا لتربيتهم، وهذا لمصلحتهم، ولكن لا تشدد بالضرب، لا تشتد بالضرب، الضرب الموجع المؤلم جدا، ضرب غير مبرح، ولا يكون أيضا كثير الأصوات، بحدود 5 ضربات فأقل. نعم. أثابكم الله. هذا سائر أو آخر سؤال يقول السائل فيه: ما حكم كتابة اسم الميت على القبر للضرورة؟ لا ضرورة ولا يجوز الكتابة على القبور، لا تجوز، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، لأن هذا وسيلة إلى الغلو في القبور، وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا رأوا الكتابة قالوا هذا له شأن وهذا معظم، هذا ولي من أولياء الله، فيحصل الشر، لا يجوز الكتابة على القبور. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.